ان لعبته تحفظ طريقته، لعبته تنفذ طريقه اللعب اللي بيعتمد بيها سواء في الجزء الدفاعي او الجزء الهجومي. راجل منظم جدا، راجل عنده سيستم ماشي بيه، وبالتالي كل واحد موجود في الملعب او كل واحد موجود في ملعب التدريب لازم يمشي بالنظام اللي مستر ريني فايلر حطه. زي ما بقول لحضراتكم التمرين كان فيه تدريبات مكثفه بالكوره، وده كان طبعا على هامش مران الفريق المسائي اللي كان موجود على استاد اهلي دبي. ده طبعا الاهلي بيستعد زي ما حضراتكم عارفين لاولى لقاءاته الصعبه امام النجم الساحلي او النجم التونسي في اخر شهر نوفمبر في اولى لقاءات دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا. بطوله افريقيا بالنسبه لمستر ريني فايلر عارف مدى اهميتها، وعارف من اول يوم جه في مصر ان كل الجمهور اللي قبله من اول مكان في المطار لحد ما تولى المسؤوليه رسميا في المؤتمر الصحفي لحد دلوقتي كل ما بيروح مكان كل حاجه او اي حد بيقابله يقوله بطوله افريقيا. طب بطوله الدوري ليه؟ بطوله الدوري احنا متعودين ناخدها، بسم الله ما شاء الله 41 بطوله، بالتالي ما عندناش مشاكل. لكن بطوله افريقيا من 2013 لحد دلوقتي عندنا بعض المشاكل، او عندنا بعض المشاكل التحكيميه اللي موجوده في قاره افريقيا اللي ما خلتش الاهلي ياخد البطوله. فاحنا مش عايزين ده يحصل تاني، مش عايزين نحط نفسنا في السيناريوهات دي تاني، لكن السنه دي السيناريو هيكون مختلف، هيكون مختلف من ناحيه ايه؟ ان اللقاء النهائي هيكون من مباراه واحده فقط على ارض محايده. طبعا هيكون ليها مزايا هيكون ليها عيوب، لكن الاهلي اخر مرحله تربطه ما بينه وما بين ملعبه هنا في مصر هو الدور قبل النهائي، بعديها المباراه النهائيه هتكون مباراه واحده على ملعب محايد. اتمنى بقى ان يكون في يعني حسن الاختيار في المباراه النهائيه علشان كلنا عندنا ثقه ويقين ان الاهلي ان شاء الله هيكون موجود في المباراه النهائيه. فعشان كده بقول لحضراتكم ان دايما الفتره اللي بيكون فيها توقفات كتير بيكون فيها طبعا عامل بدني، لكن الخططي بيكون واخد شكل اكبر علشان هو ده اللي بيتم تحفيظه للعيبه. وكمان الوقت اللي بينتهز بيه مستر فايلر الفتره الحاليه وجود اللعيبه الدوليين، ان اللعيبه الدوليين مش هيسافروا غير بعد 5 ايام من وصولهم للامارات، يعني اللعيبه وصلت الخميس تقريبا هيسافروا يوم الاحد او الاثنين لمعسكر المنتخب الوطني اللي هنتكلم عليه وهنقول لحضراتكم التواريخ بالظبط. علشان كده دي كانت الخبر الاول الخاص بالشغل الخططي اللي بيركز عليه الجهاز الفني، وبالتالي بنطمن كل الجمهور الاهلاوي ما تقلقش، كل حاجه ماشيه في اطار كويس جدا وكل شيء ماشي منظم، والاهلي عارف هو بيعمل ايه وخطواته ايه سواء في التعاقدات او الاعارات او بعض الاستغناءات او حتى في استعداده للبطوله الافريقيه القادمه المهمه طبعا، واللي ان شاء الله تكون اللقب التاسع. مش عايزين نتكلم على كلام سابق لاوانه، لكن ان شاء الله الاهلي يقدر يفوز بالبطوله التاسعه وعن جداره واستحقاق. صالح جمعه كان ليه تصريح تقريبا يعني طويل جدا جدا نتكلم فيه في كل الامور الخاصه بمشوار الاهلي ومشواره. الخص لحضراتكم كده القصه والحكايه، لكن صالح جمعه كان العنوان الرئيسي اللي اتكلم عليه وقال ان صالح جمعه بيتكلم عن النادي الاهلي ان الاهلي جاهز لاستعاده اللقب الافريقي والحفاظ على الدوري. زي ما بقول لحضراتكم البطوله الافريقيه هي اولويه. في تصريحه قال احنا جاهزين لبطوله افريقيا والحفاظ على الدوري، مش جاهزين للدوري والافريقي، لا احنا ان شاء الله نستعد لبطوله افريقيا وان شاء الله نسعى للحفاظ على لقب الدوري. صالح كان اتكلم في امور كتيره جدا منها ان هو متفائل من خلال الفتره المقبله ان شاء الله. صالح طبعا بعيد شويه، لكن هو عنده يعني امل وعنده يعني تفاؤل انه ان شاء الله يرجع تاني ويتالق من جديد مع مستر ريني فايلر. صالح عنده مشكله كل ما مدير فني يجي ويديله الفتره الاولانيه ويبعده شويه علشان بعض النقاط اللي المدرب يطلبها منه، مدير الفني بيمشي وبيجي مدير فني جديد فبيبقى معاه نفس القصه، وان صالح من الاول بيشتغل على نفسه وبيبدا ان هو يستعد من جديد علشان يثبت نفسه للمدرب الجديد علشان ياخد مكانه في الفريق. وبالتالي زي ما بقول لحضراتكم ان صالح ان شاء الله هو متفائل، وده الكلام اللي هو بيقوله انه بيقول ان الحاله مستقره داخل الفريق، في حاله من التركيز والاستقرار واللي بتمهد الطريق للفريق الاهلاوي للفوز ببطوله افريقيا او حتى بلقب والحفاظ على بطوله الدوري العام. صالح جمعه يعني عنده ثقه كبيره في تحقيق دوري ابطال افريقيا الموسم الحالي، وده رغبه من الجيل الحالي لنادي الاهلي ان هو يحقق اللقب ويحافظ على البطوله الافريقيه. صالح كمان ابدى اعجابه الشديد بمستر ريني فايلر المدير الفني، وكمان ابدى كمان يعني اعجابه باللعيبه
سواء تعامل مستر فايلر مع اللعيبه او اللعيبه مع مستر فايلر، لانه هو مدير فني محترف وجاي يتعامل مع النادي الاهلي باحترافيه وجاي يحقق انجاز. صالح كمان قال انه اتعامل مع مدربين كتير جدا سواء كانوا محليين او اجانب، وشايف ان فايلر واحد من افضل المدربين اللي اتعامل معاهم من خلال مشواره الكروي. صالح قال كمان ان من اهم مزايا فايلر، صالح يعني بيتغزل في المدير الفني مستر ريني فايلر، وبيقول انه عنده شخصيه قويه ونجاحه في التواصل مع اللعيبه مش من فراغ، وشخصيه مثقفه جدا وبيعرف ان هو يعني يتعامل مع اللعيبه بطريقه سهله. وطبعا انا بتكلم على تصريحات صالح في فقره الاخبار علشان امهد لحضراتكم يعني فيديو اللي هنعرضه لحضراتكم من خلال الحلقه طبعا، واحنا شغالين معاكم عشان تشوفوا صالح وتسمعوا صوت وصوره وهو بيتكلم في نفس التصريحات دي، ولكل الجمهور الاهلاوي اللي بيتابع قناه الاهلي واللي بيتابع معسكر النادي الاهلي من كل مكان في العالم. صالح طبعا قال ان في تالق في تجربه فايلر لحد دلوقتي، وان النجاحات ماشيه بشكل رائع جدا. كمان قال ان بدايه مستر فايلر مع النادي الاهلي مميزه، فوزه في جميع المباريات اللي لعبها سواء في الدوري او في افريقيا، ده شكل ومؤشر رائع جدا. صالح قال انه جاهز للمشاركه مع الفريق حاليا و